السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى في مقاطعنا المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بشير عباس هو متظاهر بصري خرج في مظاهرات 2018 للمطالبة بالماء الصالح للشرب، اعتقل من قبل الأمن الحكومي وتم الحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات بتهمة حرق أحد مكاتب الأحزاب وبناية إحدى المحافظات. هذا حال المواطن العراقي الذي يخرج ويعترض. في هذا المقطع والدة المتظاهر بشير عباس أرسلت رسالة تطالب فيها نقابة المحامين في البصرة بالوقوف موقفا مساندا للمظلوم وتمييز قرار المحكمة ضد المتظاهر الحر بشير عباس، فلنستمع. تروح من شبابه وغيرهم منك مسجون سنتين مكسور، يعني 13 سنة تروح من شبابه ليش؟ زين منه هو يتيم وابوه كان بالحج الشعبي ومات على اثره من وقت الحج الشعبي توفى ابوه، حتى لا راتب عندنا ولا شيء، حتى راتب رعايه ماكو. هو المعين الوحيد الي وانا عندي ولد غيره وبنيه. زين انا شلون اقضي الشوارع على مود اعيشهم؟ لو ابني يقضي عمره كله بالسجن، لو هذا طب هسه عمره 24 سنة يطلع بال 34 سنة شنو شاف من حياتي؟ هاي اطلب من الناس الخير، ما اقول شيء، اطلب من الناس الخير اللي توقف قضيتي. هاي نبقى في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. نتابع في هذا المقطع التالي حال منزل المتظاهر المعتقل بشير عباس وحال والدته التي بقيت بلا معيل. دعونا نشاهد. طيب، يبدو أن هناك مشكلة في المقطع، دعونا نتابع التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. لدينا تغريدات تحديداً اللي هي الحرية لبشير عباس. رقية تقول على الجميع أن يقف مع المتظاهر بشير عباس وأن يطالب بإطلاق سراحه. تغريدة أخرى لدينا من أحمد يقول هل يعقل أن يتم اعتقال متظاهر سلمي لم يعمل شيء سوى أنه صرخ صرخة الحق وقال ضد الفاسدين كلا لكم؟ تغريدة أخرى من مرتضى يقول في بلدي يحاكم الحر لجريمته الشنعاء التي يصرخ من خلالها بوجه الظلم. ولدينا آخر تغريدة في هذا الموضوع من إبراهيم يقول يطلعون بالقنوات الفضائية قمة في الرقي والاعتدال، لكن بالحقيقة هم أنذال ذيول أذلاء ويلفقون ويتآمرون على الشباب، بس حتى تسكت الكلمة. الحسين كلمة ونحن كلمة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. المتظاهر علي التركي هو أحد ثوار النجف الذي كان يعمل في صنع الدروع لحماية المتظاهرين من قوات مكافحة الشغب. الآن هو مجموعة أو تم تلفيق مجموعة من التهم الكيدية عليه، وتحاول مجموعة أيضا من المحامين لإطلاق سراحه. دعونا نشاهد هذا المقطع. طبعا هو تم إطلاق سراحه، لكن هذه الأخبار أو المحاولات أو الضغوطات التي مورست من قبل الثوار من أجل الإفراج عنه، فنشاهد. باسم ثوار النجف الأشرف الأبطال نطالب بالإفراج عن المتظاهر البطل أحد ثوار النجف الأشرف علي التركي، وإلا سيكون رد جدا مرعب. لحد الآن شبابنا هادين وجالسون وقفات واحتجاجات ومسيرات سلمية، لا تخلونا نمشي غير طريق، لأن علي التركي مو هو اللي استعرض بأسلحة بشارع فلسطين، ولا علي التركي اللي خلنا بطلوع الدول بجوار. علي التركي مواطن نجف بصير، أطلقوا صراحة علي التركي. لبيك يا عرب، لبيك يا عرب، لبيك يا عرب. نتابع في نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. بعد الضغوط المتواصلة من قبل ثوار النجف تم الإفراج عن المتظاهر علي تركي بكفالة مالية. لنشاهد هذا المقطع. علي تركي البطل اللي كان في مديرية استخبارات النجف، الشكر الموصول للأخ المحامي حسنين والكفلاء سالزة رجتان حسين ثوار النجف. نتابع الآن مشاهدينا الكرام تغريدات على وسم الحرية لعلي تركي. كان من الوسوم حقيقة التي تفاعل معها نشطاء في موقع تويتر بشكل كبير، كانت من الضغوطات التي دعت إلى الإفراج عن علي تركي. عباس الطائي يقول علي تركي معتقل منذ أكثر من 15 يوما، على الجميع المطالبة بالإفراج عنه.
تغريدة لدينا من زهراء تقول: صارخ 15 يوم معتقل طالب بإطلاق سراحه. لدينا تغريدة أخرى من سمر علي تقول: من الثوار وكل ما كسبوه هو وعود كاذبة. ومن هنا نطلب من الجميع، من جميع الثوار، المطالبة بإطلاق سراحه وتسليط الضوء عليه. في آخر تغريدة لدينا في هذا الموضوع من حيدر يقول: متى ما كان العدل ميزان يمكن لكم أن تعاقبوا المتظاهرين بتهمة التخريب. الكيل بمكيالين هو صفة الجبناء الخونة يا حكومة القناصة. هل عرفنا من قتل 800 شهيد من خيرة شباب العراق بإطلاق الرصاص الحي على صدورهم وتفجير القنابل المسيلة للدموع فوق رؤوسهم؟ كانت هذه تغريدات كما قلنا على أثرها تم الإفراج عن علي تركي. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام، وهو موضوع النزاعات العشائرية. اندلع نزاع عشائري ليلة البارحة في محافظة ذي قار في قضاء النصر. دعونا نشاهد مشهدا من ما يحدث في العراق تقريبا يوميا. نزاع عشائري في شمال ذي قار قضاء النصر. نزاع عشائري في محافظة ذي قار قضاء النصر. نزاع عشائري في محافظة ذي قار شمال ذي قار قضاء النصر. نبقى في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، والموضوع هو فوضى السلاح في العراق، ليس فقط النزاعات العشائرية إنما فوضى السلاح بشكل عام. هذا مواطن عراقي يتجول في سيارته، قام بإخراج مسدس وإطلاق العيارات النارية وسط الشارع في أحد مناطق العراق. حقيقة ما أثناء البحث لم يتبين في أي منطقة لكن في العراق. دعونا نشاهد. والله على الشر نط فلوس، وحنا على الشر نط فلوس. من هذا؟ وكيف وصل الحال بالعراقيين اليوم إلى هذه الظاهرة اليوم التي نراها، التي بدأت منذ الاحتلال ولغاية اليوم؟ لا قانون يمنع ولا أمن. أصلاً عرضنا في حلقة سابقة عنصر أو ضابط في الشرطة في وزارة الداخلية وهو يستعرض بإطلاق الرصاص في الهواء. نتيجة هذه الأعمال طبعاً كارثية، تنعكس على المواطن البسيط، تنعكس على المدني الأعزل. من مقبرة وادي السلام أب مفجوع يوجه رسالة إلى أهالي مدينة الصدر: شوفوا اللي سويتوه من وراء الإطلاقات النارية مالتكم، إذا يموت واحد ترمون، إذا يفوز المنتخب ترمون. دعونا نشاهد. أوجه كلامي اللي يرمون الإطلاقات النارية، شوفوا هذا ابني، وخاصة أهالي مدينة الصدر جحتوا قلبي. وأنا أدري يعني لو يمكن يصير بواحد، بس ما يعني إلا يصير بقلبه يلا يحس بالألم اللي أنا أحس به. فأوجه كلمة هاي ثاني مرة إلى مدينة الصدر، لأن يعني فجعت قلبه بوليدي بالطلقة ترمونها العشوائية. اللي يفوز المنتخب ترمون، اللي يموت واحد ترمون، اللي يطهر ترمون. وشوفوا هذا وليدي فجعت قلبي، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، الله لا يوفقكم. ضحايا كثر نتيجة الإطلاقات العشوائية في العراق. دعونا نشاهد التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. ياسر يقول: الله يصبرك ويعوض ابنك الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في تعليق من عماد يقول: هي هاي الحرية اللي جابوها لنا، كل شيء غلط نسويه ونسميه حرية. تعليق من سلام يقول: الله يرحمه برحمته الواسعة، غير مبري الذمة كل من يرمي عشوائي. وآخر تعليق لدينا من حميد الأسدي يقول: الله لا يوفق كل من يرمي رمي عشوائي، هذا قتل متعمد للناس، اتقوا الله. ننتقل إلى موضوع أخير مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة. مواطن ناشد الجهات المختصة بعد تراكم النفايات في منطقة حي المهندسين وسط محافظة البصرة للتدخل من أجل إنقاذهم من النفايات التي يعيشونها وسطها. دعونا نستمع. رسالة إلى البلدية أو تحذير، مو بس الحاويات يشيلونها،
مو بس الحاويات يشيلونها، هاي الزباين، هذا الرصيف اللغة، هذا التبليط الجديد، ها شوف التبليط الجديد، وهاي الزبال، هذا الرصيف شيلوا له، تفضل امشي تعال تفضل، وين دوركم؟ لو بس جبايات تفضل، صور صور صور، هذا تبليط اللغة، بس الحاوية تشيلها، يعني بس الحاوية ترفعها. زين هاي الزبالة شنو معناتها؟ هذا الرصيف اللغة، هاي 50 متر هاي المفروض هيك. زين هذا الشوارع انطينا الشهداء، هاي المتظاهرين الظاهرة، هاي الناس صاحت، قوموا باجبكم، قوموا باجبكم، تعال شوف قدم قدم، صور صور، هذا كله رصيف جديد، كله مقرص جديد بملايين الدولارات، الله أكبر، وينكم؟ وين دوركم؟ المفروض هيك يصير، هيك هيك أسود أسود، مثل هذا نظيف، مثل هذا، شوف قبالك جاي، شوف قبالك، باوع الحال، هذا كله لغة، هذا رصيف ملغي. زين هاي مدارس يمك اطفال، الطفل من يشوف زباله قباله ويطب للمدرسه شو يطلع؟ دعونا نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت حول هذا الموضوع. احمد يقول: ليش هيك صاير بعراقنا ابو الحضارات يوصل بهيك مستوى؟ مع الاسف والله، حسبي الله على كل ظالم. لدينا تعليق من كرار يقول: خلي يشوف اسعد العيداني الفاسد. تعليق من محي يقول: شوفوا شوارع الشرش تحولت إلى مستنقعات، وخاصة شارع كهرباء الشرش بسبب كسر في أنبوب الماء، وبلدية ومجاري القرنة عاجزة عن تصليحه. لدينا تعليق أخير من تحسين يقول: يا أخي إذا ما تقدر تخلي البصرة بشكلها الصحيح استقيل، مو البصرة تدمرت. دعوة كثيرة ترفع على أسعد العيداني محافظ البصرة، اتهامات كثيرة له بالفساد، تظاهرات كثيرة شهدتها المحافظة، ولا يزال متمسك بالمنصب يدافع عن نفسه رغم ما تشهده البصرة من خراب على أرض الواقع. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع فقرة صندوق الوارد. لدينا رسالة دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طلبة الدراسات المسائية نطالب من خلال قناتكم شمولنا بقرار تحسين المعدل، حيث لم يبقى إلا أسبوع واحد فقط وتنتهي فترة قبول طلبات تحسين المعدل، لذا نرجو شمولنا بالقرار أسوة بأقراننا في الدراسات الصباحية، ولكم جزيل الشكر والتقدير. بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المعتمدة. ونذكر هنا أن الموقع الرسمي لقناة الرافدين الفضائية وحسابي تويتر وإنستغرام تم تهكيرهما من قبل مجموعة من القراصنة الإلكترونيين، ويقومون بنشر أخبار كاذبة لا ترتبط وقناة الرافدين بأي شكل من الأشكال، أخبار ملفقة، لذا انتبهوا رجاء واحذروا من التعامل مع هذه الصفحات المخترقة إلى أن يتم استعادتها إن شاء الله. نراكم بعد قليل. أهلا بكم مع فقرة الهاشتاج. الوسم اليوم هو عار السجون، وذلك من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يتعرض له المواطنون الأبرياء في سجون العراق الحكومية والميليشياوية. أبو أسد يقول: سجون العراق اليوم ليست مكانا لتأهيل السجناء ولقضاء أحكامهم القضائية، بل هي مغارات مليئة بالقتل والرعب والخوف والظلم والتضييع والاعتداء على كرامة الإنسان وحريته. تغريدة لدينا من دانيال يقول: هل ينتبه هذا العالم التافه والأمم المتحدة المرتشية والاتحاد الأوروبي المسموم وأمريكا الغادرة المنافقة إلى ما يجري في سجون العراق؟ عصابات مجرمة تمتلك مطلق الحرية دون أي رادع ولديها الغطاء القانوني، تجبر السجناء على إدمان المخدرات وتمتهن كرامتهم وأعراضهم وتبتز أهاليهم. تغريدة من العزاوي يقول: من أي جنس من البشر هؤلاء الحكام في العراق؟ عاملين بنك من الضحايا الأبرياء من أهل السنة في السجون، كلما قتلت داعش عددا من القوات الأمنية بالمقابل يتم إعدام نفس العدد من السجناء الأبرياء العالقين في سجون الحكومة لكي يتحقق قانون حنان الفتلاوي 7 في 7. تغريدة أخيرة لدينا من وسام العاني يقول: وجود وزارة للعدل في العراق هو إشاعة بحد ذاتها، وهي الإشاعة الأكثر سخرية. يتهم القضاء في العراق
اتهم من الأمم المتحدة بأنه قضاء فاسد وفاشل، واتهم من كثير من المنظمات الدولية Human Rights Watch ومنظمات العفو الدولية وغيرها من الجهات الحقوقية التي توثق الخروقات الموجودة والفساد الموجود داخل القضاء أو المؤسسة القضائية العراقية وفساد بعض القضاة فيها، ونقول هنا بعض القضاة فيها، وهناك من يتعرض لضغوطات لكي يكون فاسدا، لكن هناك عدم مصداقية وقضاء مسيس موجود في العراق باعترافات دولية. نراكم بعد قليل. أهلا بكم مع القصص المنوعة. شهدت مصر موكبا للمومياوات الملكية في القاهرة، حدث ثقافي تصدر وسائل الإعلام في مصر وفي العالم أيضا، حدث مهم للغاية وكان قد تم بشكل مميز جدا. دعونا نشاهد. لأن احنا عايزين لأول مرة نعرض المومياوات بطريقة حضارية تعليمية وليست بطريقة الإثارة زي ما كان في المتحف المصري. ننتقل إلى قصة أخرى مشاهدينا الكرام. في مثل هذا اليوم انطلقت شركة أبل لتكون واحدة من أكبر وأقوى شركات التكنولوجيا على مستوى العالم. كيف بدأت واكتسبت هذه الشهرة؟ دعونا نتعرف على قصتها.
ننتقل إلى قصة أخرى مشاهدينا الكرام. طبعا نذكر أن انطلاق شركة أبل كان قبل 3 أيام تحديدا. شبح الموجة الثالثة لفيروس كورونا يطل على المغرب، على دولة المغرب، مملكة المغرب، فهل تعيد المملكة فرض الحجر الشامل على غرار عدد من الدول الأوروبية التي تقوم بعمل هذه الخطوة الآن؟ دعونا نشاهد. في قصتنا الأخيرة مشاهدينا الكرام، لماذا تتوجه سلطنة عمان إلى حفظ آثارها في أفريقيا؟ دعونا نشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.